المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، اولا مساء الخير. مدينه المعرفه، ايه اللي في مدينه المعرفه؟ ممكن تشرح لنا؟ مساء الخير يا فندم، واشكرك على الاستضافه الكريمه. اهلا وسهلا. بالفعل النهارده كنت في معي الدوله رئيس الوزراء في زياره للعاصمه الاداريه الجديده، وضمن فعاليات الزياره كان زياره مدينه المعرفه. مدينه المعرفه مقامه على مساحة حوالي 200 فدان، هي مدينة تكنولوجية متكاملة. معنى متكاملة إن تضم كل عناصر المجتمع المعلوماتي، من مراكز بحوث، من جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، من مراكز تدريب، من مراكز إبداع، من مقر للشركات العالمية العاملة في مصر، مقر للشركات الكبرى المحلية، مقر للشركات الصغيرة والناشئة وحضانات الأعمال. كل عناصر المجتمع المعلوماتي إن شاء الله ستضمها مدينة المعرفة. اليوم دولة الرئيس تفقد المرحلة الأولى من المشروع اللي بتضم 4 مباني رئيسية. المبنى الأول هو مبنى البحث والإبداع الرقمي ومركز البحوث التطبيقية. المبنى الثاني هو جامعة مصر المعلوماتية، أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط، ستفتتح بإذن الله في العام الدراسي القادم. يمكن ستكون تذكر كنا تحدثنا من قبل عن اتفاق انعقد ما بين جامعة مصر المعلوماتية وبين جامعة بيردو الأمريكية. جامعة بيردو واحدة من أحسن 10 جامعات في أمريكا في مجال هندسة الحاسبات. يعني ندرس مناهج جامعة بيردو، ويمكن للطالب في آخر سنة أن يسافر ويلتحق بجامعة بيردو ويحصل على بكالوريوس من جامعة بيردو، أو أنه يظل الأربع سنين في جامعة مصر المعلوماتية ويحصل على بكالوريوس من جامعات. هتفتتح العام الدراسي 21-22 إن شاء الله. إن شاء الله. هايل. المبنى الثالث هو مبنى البحوث والتطوير في مجال التكنولوجيات المساعدة، وهي التكنولوجيات المخصصة لمساعدة ذوي القدرات الخاصة لمجابهة التحديات المفروضة عليهم. ثم المبنى الرابع هو مبنى الإبداع الرقمي الذي يضم مركز تدريب تابع لمعهد الاتصالات ومركز تدريب تابع لمعهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب على جناحي تخصص الوزارة، ثم حضانة لاستضافة الشركات الناشئة ورعايتها وتدريب القائمين عليها على التخصصات الحديثة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طيب احنا هنبدا ان شاء الله بادئين التجهيزات دلوقتي، والفرش بدا في الحي الحكومه والوزارات. الوزارات اللي هتتنقل، ايه التجهيزات اللي اتعملت من جانبكم كوزاره اتصالات، وان احنا في مدينه من الجيل الرابع، ماذا تعني ايضا؟ ده الموضوع الحقيقه في منتهى الاهميه، لانه احنا حين ننتقل الى العاصمه كحكومه سننتقل بشكل مختلف، سننتقل باداء حكومي مختلف. ازاي هذا الاداء سيكون مختلف؟ ستكون حكومه لا ورقيه وتشاركيه. لا ورقيه يعني كما هو مفهوم من التعبير، انه تتبادل كل مستنداتها بشكل رقمي دون اوراق وملفات يعني ذهابا وجيئا. العنصر الثاني ان تكون حكومه تشاركيه، وهذا امر يعني يهم الناس. النهارده انا كمواطن لما اروح مصلحه حكوميه، ربما المصلحه او الهيئه الحكوميه تطلب مني اوراق من هيئه حكوميه اخرى، وعلى المواطن انه يروح من هيئه حكوميه الى اخرى لكي يكمل الاوراق المطلوبه لاجراء ما. الحكومه التشاركيه هي حكومه قادره على ان تتبادل البيانات والمستندات فيما بين اجهزتها، ومن ثم هي بالنسبه للمواطن شباك واحد يذهب الى جهه ليتلقى منها خدمه. هذه الجهه ان كانت تحتاج الى مستندات او بيانات من جهه حكوميه اخرى، عليها هي ان تطلبها وتأتي بها، ولا تطلب من المواطن أو تلقي على عاتقه أنه يحضر هذه البيانات. لا سيادة الوزير، يعني أنا جاي العاصمة هعمل مشوار واحد تخلصوا لي حاجتي كمواطن.
ده لو حضرتك لازم تيجي العاصمه اساسا، هو مش لا. مش مفروض حضرتك تيجي العاصمه عشان أصلاً. تتلقى خدمه. لا دي نقطه في منتهى الاهميه. فضل. هو المواطن هيتلقى الخدمه عن طريق منصه مصر الرقميه او من خلال منافذ الخدمه التابعه للوزاره اللي هو بيتلقى منها الخدمه الموجوده في كل انحاء الجمهوريه. انما مش هنطلب من كل المواطنين ان هم يجوا العاصمه عشان يتلقوا خدمه. ايوه ما عملناش حاجه يعني بالظبط. ده ابعد ما يكون عن استراتيجيه الحكومه يعني. الحكومه احنا طبعا هناخد خدماتنا الكترونيا حتى احنا كمواطنين، واللي مش قادر ياخدها الكترونيا او رقميا هياخدها من خلال منافذ الخدمه الموجوده في المحافظات جنب اقليمه جنب سكنه جنب عمله، انما لن يطلب من المواطن ان هو يتوجه الى العاصمه لكي يتلقى خدمه حكوميه. هاي لو انا النهارده في اي محافظه من محافظاته عايز خدمه مثلا في وزاره العدل او الاتصالات او الداخليه او الخارجيه او يعني مش محتاج ان انا اتحرك من مكاني. لا انا اما هعملها من خلال منصه مصر الرقميه او هعملها من خلال مكاتب البريد او هروح الهيئه اللي هي بتقدم الخدمه. لو مثلا انا مواطن بيطالب اديني خدمة مثل من سياده الوزير، اديني مثل الاوراق يعني ابسط مثل. مثلا انا مواطن رايح انقل ابني من مدرسه لمدرسه، ايوه هتوجه الى مديريه التعليميه في المحافظه اللي انا ساكن فيها. هيطلبوا مني مثلا شهاده ميلاده اللي هي بتطلع من الاحوال المدنيه من وزاره الداخليه. النهارده المواطن بيعمل ايه؟ بيروح هو الاحوال المدنيه يجيب الشهاده. صح. بكره لا، هيبقى الجهه اللي بتقدم له الخدمه هي اللي هتجيب الشهاده دي. بحيث انا رحت جهه واحده اتعامل معاها، هي الجهه بقى هي اللي هتجهز هذا الملف وهي اللي هتحضر هذه الاوراق. لو انا عايز اعمل جواز سفر نفس الحكايه بالظبط. نعم. في كل حاجه زي ما حضرتك بتقول كده، تجنيد مثلا او اعفاء من كل الحاجات دي. هي حكومه تشاركيه يا فندم، قادره على انها تتبادل البيانات بينها وبين اجهزتها، وده هيريح المواطن كتير جدا طبعا، لانه هيتعامل مع جهه واحده، مش هيروح من جهه الى اخرى. طيب الوقت قد ايه يعني بنوفر له؟ قد ايه وقت كمان حسب الخدمه يعني؟ حسب لو الخدمة. انا لو انا يعني هروح جهه او جهتين او ثلاثه، او مش هروح كده دلوقتي، مش هروح جهات خالص. انا ممكن لو انا قادر اتعامل مع التكنولوجيا، احنا يعني بننشر الخدمات تباعا على مصر الرقميه، يقدر ان هو يدخل يتلقى الخدمه من عليه. سيادتك هتقول للمواطن من امتى هتتعامل بهذه المنظومه الجديده مع الحكومه اعتبارا من امتى؟ يعني احنا جاهزين من امتى؟ الاطلاق التجريبي لمنصه مصر الرقميه بدا بالفعل. نعم. ويستطيع المواطن ان هو يدخل النهارده يتلقى خدمات المرور والشهر العقاري التوثيق والتموين. ويعني قريبا جدا ان شاء الله هنضيف خدمات في منتهى الاهميه. هاي التجهيزات ايضا الاخرى الخاصه ب كافه الجهات يعني كوزاره الصلاه، ايه اللي انا عامله النهارده كخدمات اخرى غير الناس اللي شغاله في العاصمه الاداريه الجديده؟ إيه النهارده ايضا يعني تفقد دوله الرئيس واحنا بصحبته مبنى الاتصالات الحكومي اللي هو بيربط العاصمه الإدارية الجديدة بباقي أنحاء الجمهورية من خلال أكثر من خط ربط، حتى نضمن استمرارية الخدمة ويعني حسن أدائها. هذا المبنى الحقيقة مقام على أحدث يعني التكنولوجيات الموجودة من حيث الاتصالات، من حيث التحكم، من حيث المنظومات، المرافق الذكية، كل المرافق تدار بشكل رقمي بمنظومات ذكيه لترشيد الموارد لادارتها بشكل اكثر كفاءه والسيطره على كل الخدمات المقدمه في العاصمه. مين اللي بيدرب الناس وكم واحد اتدربوا لحد دلوقتي؟ وهل التدريب بيشمل يعني كل وزاره بتدرب الناس اللي هيشتغلوا في الوزاره ولا بندرب ناس ثانيه؟ احنا بندرب على محورين يا فندم. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معنية بتدريب الموظفي الادارة الموجودة النهاردة في كل وزارة، وده شكلناه السنة اللي فاتت برضو، ده كان جزء من اعادة الهيكلة يعني مع نقل العاصمة. عشان كده بقول هو مش مجرد انتقال جغرافي وانما هو انتقال نوعي، ان احنا شكلنا في كل وزارة ادارة اسمها ادارة التحول الرقمي داخل كل وزارة. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن تدريب زملائنا في إدارة التحول الرقمي في كل الأجهزة المنتقلة، الوزارات والهيئات المنتقلة، وهذا ما يجري الآن.
ايضا زملائنا في التنظيم والاداره في جهاز التنظيم والاداره بيدربوا باقي موظفين المنتقلين على باقي يعني مناحي المعرفه المطلوبه للانتقال. طيب دلوقتي بالنسبه بيانات المصريين النهارده، السيد الرئيس كان تحدث عن هذا الامر قبل سنتين او ثلاث سنوات اللي هو عقل مصر. احنا دلوقتي بيانات كل الناس دلوقتي موجوده وجاهزه، موجوده عندكم مش كده؟ تمام. تمام. هناك البنيه المعلوماتيه المصريه. البنيه المعلوماتيه المصريه عباره عن اكثر من 100 قاعده بيانات. قواعد البيانات الموجوده لدى الحكومه مرتبطه مع بعضها بشكل كامل، والمواطن هو العنصر الاساسي فيها، بحيث ان انا اقدر اعرف حضرتك بتتعامل مع الكهرباء ازاي، مع المرور ازاي، مع الجوازات ازاي، مع سائر الجهات الحكوميه ازاي، فبالتالي اقدر يعني اتفهم احتياجات سيادتك واقدر البي هذه الاحتياجات قدر الاستطاعه. هذه البنيه المعلوماتيه هي اللي بنستخدمها عشان نحدد مثلا المستحقين لمكافاه العماله غير المنتظمه التي كان يعني سياده الرئيس قد قرر صفها. بنستخدم هذه البنيه المعلوماتيه او التموين او تكافل وكرامه او التموين او تكافل وكرامه او اي من الاستحقاقات الحكوميه. هيبقى عندي البيانات بتاعتهم معلومات كامله. بالظبط، عندي اكثر من 100 قاعده بيانات مرتبطه ببعض، محورها المواطن وكل تعاملاته مع الحكومة المصرية. نقدر نقول النهاردة عندنا اللي هيحصل ده هيكون نقلة نوعية بالنسبة لنا في العمل الحكومي، وأيضا بيصب في صالح الناس، نقدر نقول طبعا. ده طبعا هو يعني المعيار الأساسي لنجاح أي منظومة رقمية هو قدرتها على إحداث أثر مجتمعي واقتصادي وخدمي. احنا هو ده المعيار الاساسي للنجاح. انتوا كوزاره الاتصالات كل البنيه التحتيه خلاص خلصت ولا لسه شغالين؟ شغالين في البنيه التحتيه المعلوماتيه، يعني النهارده برضو يعني تفقد دوله الرئيس الاحياء السكنيه وتاكد من خطه كل الجهات بما فيها وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات والشركه المصريه للاتصالات في توصيل الشبكات الالياف الضوئيه، علشان طبعا ندي يعني خدمه مستقره ومنتظمه وعلى كفاءه عاليه في لكل القاطنين العاصمه. خليني انتقل من العاصمه واللي هيحصل في العاصمه الى الناس في القرى. دوركم كوزاره الاتصالات في المشروع القومي لتطوير القرى المصريه لينا دور في كوزارة الاتصالات في القرى؟ هنعمل ايه؟ لينا دور يجري على اكثر من محور. ده يمكن كان برضو محل الاجتماع، يعني الحقيقه كان امس الصبحيه عقدت اجتماع يعني منفرد مع دوله الرئيس، وعرضت عليه خطه الوزاره وحاض يد موافقته، ثم كان هناك اجتماع موسع اخر اليوم ايضا برئاسه دوله رئيس الوزراء، وكل وزير وكل جهه عرضت خطتها لهذا المشروع. دور وزاره الاتصالات يرتكز على ثلاث محاور اساسيه. المحور الاول هو خدمات او شبكه الالياف الضوئيه اللي يجب توصيلها الى المحافظات لتقديم خدمات الانترنت الثابت في هذه المحافظات وفي هذه القرى. المحور الثاني هو تطوير مكاتب البريد والتاكد من ان ساعتها تستوعب الخدمات التي تقدمها في هذه القرى. لدينا 878 مكتب في المرحله الاولى من مشروع تطوير القريه المصريه، فلدينا خطه لتطوير هذه المكاتب او احلال بعضها اذا كان لا يصلح من حيث المساحه او الحجم او الموقع، احلاله بما هو انسب منه. المحور الثالث هو خدمات المحمول والانترنت من خلال المحمول، ايضا عاكفين على دراسه مع الشركات المشغله لضمان تغطيه هذه الاماكن ضمن المشروع. يعني داخلين على تغطية كل القرى ال 4500 زائد التوابع اللي هم 35000. الأول يا فندم المرحلة الأولى من المشروع 1500. هو 51 مركز فيهم حوالي 1500. 51 مركز 1500 زائد تقريبا 11000 تابع. تمام. دول هتغطوهم خلال المرحلة الأولى اللي هي سنة. إن شاء الله. يعني شغالين ضمن خطة المشروع القومي. إن شاء الله. أيضا كوزارة الاتصالات.
ان شاء الله. هل المدينه الذكيه هيكون ليها فرع في العاصمه الاداريه الجديده ولا هي موجوده جنبنا في اكتوبر وخلاص؟ ما هي مدينه المعرفه هي النسخه المحدثه من القريه الذكيه. هي يعني النسخه نعم. فاذا هي اللي موجوده في العاصمه الاداريه الجديده بالظبط، بس اضفنا اليها ربما يعني بعض عناصر جديده زي الجامعه، زي مركز الحوث والتطوير، زي مركز البحوث والتطوير للتكنولوجيات المساعده، بالاضافه الى العناصر الموجوده في القريه الذكيه زي مراكز التدريب او زي الشركات، مقر الشركات. هننقل الشركات دي عندنا ولا هتفضل موجوده وفي يعني تعاون ما بين المكانين هنا وهنا؟ كل شركه بقى ترى ما ترى يعني، طبعا ده قرار الشركات مش قرارنا. لك بنوفر المكان والشركات، كل شركه تحدد استراتيجيتها. اشكرك المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات.